إن قول كل دليل حتى الدقن ما دقن ما يمكن الله تجو وهم ده الله باغو شعب إيه كل جار شعب كل جار سي دولة نمالة مركز دولة دي ساسو صعطة كران لقى صوب بالله رود كي قبل عبد ما تمشي مرة سد جد إن لقت اللود الكلام نقول عريو حل دبانو ده أي سبب أم نقدان رنت واد وهواي وعقبات شرته وحن لا يهمر كوالا لي إن له عقل عريو أي فهمان هاد من كاتر بتان ودورن كرتان لكن أنا أقول دبوا نقنو ماشان كنا مغنى أنا أقول الله منو دبين نقطع شعبكم مركز سيد هراء خيارته ده هذين إن أي فهم دتك أودنتا حاسو هراء مركز أرجعنا ربينا كده واجو عيتا مل بدلي كراه حلد بانك يس حلد بانك أنا كنسة تشالين هذا كل شقي واي مركز مبدأ أنا أدورتي إيو نظام كله أدورتي وبدلي وحق الله يا إن أنا ورقة قرو أكتب إيو يشرح هاي قدومي عن برلمانكا برلمانكا أو مارك سدا سنة كوبيدل حقا الله رأي شعب كوت مرق مع الله هاي حلو بعند هذا السحانو ما دحوينا هالكلمة مع الله هو قدام بينتا إلا عاصيو دين تصيح كأبدارت ما دحوينا إلا هو عاصيو ما دحوينا هواي إلى القرآن كي سفيريا مرق يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول غفص ده هذه على كذي وأولي الأمر منكم يا وايو رئيس الأمة رئيس الأمة مركز إن إكسجريشن بين لغة أبورو إن لسمية وحلي يرهت أكوزيشن أن صح هين دين تم أقع تدكم مركز يقول دين كودا أنك تغيينين عقل قودا في رناية إن يفهم واح صح هذا الجران قفكم ميسك والله صاري كرا لكن نعي بعد غبته أن بعد إيش مصير نشرو إن لي يرهدو مارك تلو مارك مدحوين الشغاد يس أن ديوتي أه والشغاد يكتشرا إن لقت اللوجو ده جدبنا له عليه أبسوطلي وحنوارك وامحسنت هاسي أرنا نويا يوسف قذف هذا وامحسنت هاي وحنجعله إن قات وقت كتليفون كهلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسرو برامج كدود الرويال هي عرفتي هذا أذوق بلابي مقع هذا السلام عليكم مقعي وحلي عليكم السلام وحنجعنا ودك يوكي حيا جودقل عرفتي هذا دول الع دول كان دول الآن دانتها أيه ودك إنه عرفتي لبي رفاد أو حنصومرنا دور سنصوص عليه يا ده مدوى سوق حري بس كي وده كان بيعتيسينهن يرتان كله بيعتيسينهن إيه حلوان أنا وإما ترى نستعب كسومالي مركز تدريب جوعان وين أوجيهن رفعت قربها يا بس أول أسبوع محكود نقدر قربهن مركز جو ييجي نفتقول حال ربع إذا أوجان وده كي حالة أبتة وكجرو في حالة أكسب حي مركز من حلوين وخلص مكرا شخص وبيحكرا حسب بعض وبيحكرا وكده كرا وده لكن شنو تساعد أبوي أو رسوسار كل أمة لون حشق ضحكرا مسوين كل أمة كرا لكن أمد الصوماليات والله بيقل واتصل كجرتين مع حلوة مع لك استوحى طبعا العقة إنه ترك وفي عند جد ده بي الآن ميتك بنتين غازم حمر غير هذا بي أقطع لا صدق كنا دولار قاتل حلو أنا كبي بي أو كجرتين وأنت العقة ويا أمد وحجاسين كجرا حلو أنا ما أنت أنا جنب ترى الصومالي تحت ليه ومي مرك إلهي هكعب سلانو وقت مدى قرباه وحاكوطات سهولوين كريلو كسعدو أو إلموه يعني هي سكرين أفر إلا تكسع تيفي بيونيورسال قفك السطاستاتو إلموه ذي للغة هذين هاي هولوين كالعمدد كالي أوهايان مرك إيهي إنت إلموه ذي نيروبي إيه كندي إيه مراكنكا إيه جيستين إيه ناوه ذي برمكولي سدحكم حيولانا أغدر عيان إيه راحيسان عيان إيه مسكمين تبي الآنت هذا وما سنتهي وحجعله هنا وصول لابتو عبد الرحمن معنا على إكس حلبان هي محي كلتها إن دي بودع دولد فرالك يكوي ماكرو هدي إسخف غبسي كانوا سيس عدو أرتو حان رأينا عبد الحلبان إسك بدل مأهن دستور يكوي ميد وحالو بدل كرا وكليا إنو قرأ إنو قرأ قيام قرن كاسل وصار كرا لكن وانا أبا هي بدل شرعي دستور كم أقرأ تاس عدينا نكاليا تنكالي وحان ربا أنيك شلو حان كميدها دادك الديدنا إن حلبان هذا لو استعمال ساعد وساعد غورتك دي تنانها وهاي بحليري واحد جوبه وحصوص عضو قفن قرن واحد جوبه مقرن كره وحان واسكفيلا إن العيان مدحوينا وحكوفاني جري أنيقا إيو قدوميها برلمانكا إيو برايم منيستركا هالقريان عن قوضة بندوبنا عن قوضة عشينا حلبان هذا بي لهايين لبنا كمجرم حالد أي أبورين وهاي مدحوينا يتيم كيسة ما حلوان هذا الشيء يقول هذا دورتي إن ساعد كريدان مركز الشيء إنه واقل دنايين حدنا واقل دين أنا أساسا أمسين هاي الشيء إنه وحيس مايين ماذا حوينا هذا الشقيين وايين هلا عدا يحكون شقيين وايين ما يمل الشيء جاي هبحر نكان ساسا شنو كاسوكو بحر
هدنا أيجي جيردي قبل نعيش كده هكذا على غيري أيجي شلي مدحينها وهي اللي عدال درة يا خدرة ساعد وسمي بهاد كسور جيستي دن معهن تاس قرني معهن عليها ديب سكول لابتو وحبا ذاك قلدن حاسس شيخ نساس مكوب حاية حاسس شيخ نام خديته مكوب حاية يقيام قرر مكوب حكرة قاب كان مكوب حاية وما حسنت هاي حليبان عبد الرحمن هاي هاي كلها هاي حركة صومالية ما دام حليبان هذا يسوق بيه المشين مدحينها كلنا وما سنت هاي رنتي حالكو واسكا بيان وحالكو عادي هاي وحاول يعني إن نمان كان حلبان هذا كل جود موضوع حما حلبان في عنا كجرا ورنتي أديار أمدين وشقيا هسا هات شاشة دو حنك أركي إني حلبان الله جسوب الله وتن إيو مركي عبد القاسم إلا أي حد ديار وح إن حكومة إن ريدان رنتو إن لا عديا في عن تدوينا صوماليين مركي كأركان شاشة ذها way arkayaan ragasi oo hada uma baahna rag in magacyooda halkan laga sheego in xildhibaanadu waxaan ka oosanaynaa inaysan umada Soomaaliyeed u furin albaab fowdo iyo dib u dhac iyo dawladdu meeshaasi ku baabado iyadoo maanta aan ognahay ragga nabadiidka ah qorshaha ay ku haminayaan iyo waxa ay xigsanayaan inaysan albaab fowdo furin umada Soomaaliyeed ha u shaqeeyaan si daacad ah iyo wadaninimo ah iyagoo markaasi qaadanaya xilkooda madaxweynuhu wuu qaldami karaa laakiin qodobada ay madaxweynaha ku soo eedeen marka muqaarna ama comparison lagu sameeyo qodobada madaxweynaha xil loo qaadi karo oo lagu caasili karo ma aha waxaana fiican inay xisaabtamaan dastuurka qabyada inay dhameystiraan inay umada dib u heshiisiin ay u keenaan inay umada shaqadii loogu talagalay iyagu ay qabtaan dhibaatooyinka ka jirta goboladan ishaysta dadka ay ka socon laadahay oo marba gobol u duulaya waa xil dhibaanada waxa loo baahan yahay inay mideeyaan umada Soomaaliyeed inay federaalka ay qiimeeyaan hadii umada Soomaaliyeed federaalku uu shaqeynayo habkii ugu shaqeyn lahayd inay umada u cadeeyaan waxaan waqti aan idirtiis haye xiliba Cabdiraxmaan asxaabtu waa warsato waxay dhacday sidee ugu hilinaysaa hadii walaalkaa gardaran yahay gacanta ka qabo waxay la tahay waxaan ka midnahay qaybaha bulshada Soomaalida halganka ugu jira hanaan ka qorux badan kan Soomaalida maanta ay haysato inay gaarto barito wixii lagu gaari lahaa aasaaskii dowladnimo salka loo dhigay aniguma qabo in la burburiyo madaxweynuhu inuu iscasilo ma uu kuma waafaqsani madanayaasha baarlamaanka ee qoraalka soo saaray iyagu laftirkooda waxaa la rabaa inaad dib ugu noqotaan waxay yiraahdeen annagu aragtideennaan u gudbinaynaa madaxweynaha madaxweynuhuna si taxadar ku jiro ayuu uga jawaabay shalay markii magaalada Muqdisho u yimid maanta guddoomiyaha baarlamaanka iyo muxuu ahaa iyo madaxweynaha waa loo gudbiyey cabashadoodu wixii ay ku saabsanayd waxaan qabaa aan wada hadalno waa aan heshiino nacayb gaarihi ma jiro nacayb shaqsiyihi ma jiro ma jiro yacnii dadka qaarkii sida ay leeyihiin xildhibaanada waxay ka yimaadeen dad bay ka yimaadeen hadday diidaan macnaha madaxweynuhu maaha in xilka laga qaadi karo qabiil bay matalaan qarankay u dhaarteen marka dambe laakiin waxay ka yimaadeen qoys ninka aad bedelaysaa ama aad ku baaqaysaa ma aha qoyskaaga nin ka soo jeeda ninka xaqiiqada ka indha qabsadaa waxaa kala qurux badan inuu indhaha kala furo soomaalidu waxay wadaagtay wixii wax lagu wadaagaan haysanaa waxaan idin ku waafaqsanahay burbur dambe nooma noqdo dowlad la-aan dowlad xun baa dhaanta حسن شيخ واهيسنا اسغا هل توتوسي ان لا اقبل وايو سيد عبد الرحمن شيغاي اني وحن كو جيري ددكي غو هري اي كو هري مي حكومه دي تن كو هريسي او حد رئيس الوزراء عبد الولي كي هي ان عبد الفارح شرد دليله ان جيديني اي ولي وا تاغان يين دولتو وحن شورا كما قادو غوبها ايدو اي كتليسو دولتو ماركا ان لاي حسن شيخ ما ودو حكومه دا جيرتا او مدح كو يهي رئيس الوزراء بارلمان اجرا بارلمان كو ولي ما سمينا شروع دي لاغو هاغي لها سكوب حلوان دستور اي فدرال في الصومالية ما سمينين ولي وحال ربا انا من عندها استرين وحا مهيمة انا هل في الصومالي انكو ان جرنا ماشي سي انكسي ودنو وحي خلادا دي اي جرنا ان وضا حضل iyo 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 lagu xalliyo waa mahadsan waa maastaay waxaan rabaa inaan general subxaysiyo ay halka ku qabo bismillaah horta aan waa soo koobayo way nasiib badan yihiin marka dalkaan uu madaxweyne kamay maana tala military ku lug ka qaadila inta marka idin sha marka way nasiib badan yihiin madaxweyne iska baariya ayay heleen marka taamarka ka gudbo cali qaliif galeena bari waxa la xamar maxaad ka soo baratay intuu la noogu yimid hol markaas yiri waxaan ka soo bartay
dadka xamar jooga waxay ku leeyihiin cirkan soo dumanaya marka waxaan idhi meeshaas ka gashaan ka gala hadda xildhibaanadan maxay wadaan meesha ka gala horta madaxweynuhu ka gala intayda madaxweynaha raacsan waa mid dan soomaaliyeedna kuma jirto dan waqtiga lagu jirana ma aha timinka lagu soo aadeyna ma qurxoona soomaaliyaana keligood kuma ahan adduunka badan iyo dowlado badanoo cadow nagu ah ayaa waxay rabaan tiyaas inaan ku jirno oo marka wax soo dhawaadaanba labaatan sano dibna loo celiya u kaada xildhibaan caawa dhawaad hadlaysay u kaada soo ma garan waxaa labaatan sano in dib noo celiyaan ba rabaan inaan horumar gaarnaysan ogolayn in wax naloo qabtaysan ogolayn nin walba wa xusuusan yahay lix bilood berigii maxaakiimta ayaa dalka dhan la nabaday labaatan kun oo ciidanoo nooma joogin laa ama soom walaa kayru soomaaliya dhexdeeda samaysatay lix bilood markaasaa kulli xamar loo soo wada ordaya caasimadii iyo ummaddii oo dhan lama rabo waxa weeye waxaa nagu socda dhiig joojis waxaan leeyahay walaalahay ha isu caqli celiyeen madaxweynehana waxaan leeyahay discouragement ha isku subinin nin soomaaliya wadani waa nadiifa horaha u socda shaqadiisana ha wato aada u mahadsan janaab samaxaye waxaa lasoo gaaray qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka dooda rojal toddobaadkan waxaan si aada ugu mahad celinayaa ex xildhibaan cabdiraxmaan macalin iyo weliba ex ambasador cabduqaadir xooshow iyo weliba qoraa cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan iyo weliba jenaraal subxaanyo iyo weliba xukeeyaha dowladda soomaaliyeed ee uk cabdullaahi salaamullah qoraa saare asigana axmed cabdalla liibaan waxaan kaloo u mahad celinayaa siyaasi soomaaliyeed yuusuf maxamed gadaf waxaan kaloo si aada ugu mahad celinayaa asxaabta barnaamijka ee igala soo shaqeysay oo kow ka yahay fuad xaaji cabdiweli barnaamijka waxaa dhanka farsamada ka hagayay mahadaha ka gaadhay cabdinaasir xaaji xuseen tan intaa barnaamij midkan la mida ku kulmi doono toddobaadyada soo socdo waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu.